ودي رسالة لأي زول يقول لفظة يحرض الناس في فيسبوك في واتساب في منبر في غيره، نحن نرسل للرسالة دي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود، وده حديث خطير جدا. مرة واحدة خرج أقوام في غزوة من الغزوات في سنن أبي داود، ذكروا الإمام الألباني رحمه الله في شريط له بعنوان خطورة الفتوى، خرجوا في غزوة فحذفت دابة رجلا في رأسه فشجت رأسه، الدابة عفصت الحصحاص والحصحاص طار له في رأسه وشج له الرأس، بقى الدم سائل. فنام من الليل فاستيقظ وهو جنب احتلم، وهم في الخلا ماشيين للغزوة، فقال ماذا تقولون وما حكم الله فيا، يعني أنا أغتسل ولا أسوي شنو؟ بدل يفتو إنه يتيمم لأنه يدعوق ولأنه الموية بتازاه وهو في هواء وبرد وكذا ومجروح، قالوا لا نعلم إلا أن تغتسل. قال الراوي فاغتسل فمات، مات. فلما رجعوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. الناس ذيل قتلوه شالوا سكين طعنوه ولا قتلوه بجنو؟ بفتوى. قتلوا رجلا واحدا بالجهل بفتوى، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يقتل فئاما من الناس بفتوى يصادم فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالأمر ده أمر عظيم والله الذي لا إله غيره. الحكم الشرعي ده ما أخذوا به جماعة من ناحية سياسية ولا حزبية، كل الأئمة على الكلام. الإمام مالك رحمه الله نقل قول الإمام مالك ومذهب الإمام مالك، نقل المذهب بتاعه كله. ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد في الجزء الخامس وفي كتابه الاستذكار قال ما بجوز الخروج على ولاة الأمور أبدا. قال اثنين، الإمام أبو حنيفة مذهب المذهب الحنفي نقل مذهبه الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية، قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وإن ظلموا. ليه وإن جاروا وإن ظلموا؟ لأنه ده الآن أنت في مظلمة، لما تمرق بتجيب مظلمة أشد وأقوى. الإمام أحمد مذهب المذهب الحنبلي نقل ذلك ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، قال لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. الإمام الشافعي من أئمة الشافعية الإمام النووي رحمه الله تعالى قال لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين، ونقل ذلك في شرحه لصحيح مسلم في باب الإمارة في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم من حجاج. ديل الأئمة الأربعة ودي مذاهبهم وده دين الله سبحانه وتعالى. بعدين يا أخي الصحابة أول ما مات النبي عليه الصلاة والسلام وحصل الاختلاف في موت النبي صلى الله عليه وسلم، ناس قالوا مات، منهم في صحيح البخاري أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، عقيدت إنه الرسول مات صلى الله عليه وسلم. في صحابة بيجاء قالوا لا ما مات، وإنما واعده ربه كما واعد موسى عليه السلام ثم يرجع. وديل منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسل سيفه، من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه بسيفي هذا، إلى آخر ما ذكر. قصة معروفة القصة دي يا جماعة. الناس اتفقوا ولا مختلفين في البداية؟ مختلفين. والسيف اترفع، الرجع السيف ده سياسة ولا قلع حاكم وجابوه ولا رجع السيف آية؟ آية بس. أبو بكر الصديق جاء رضي الله عنه كان برا المدينة عنده زوجة تانية مشى ليها الصباح، خلى الرسول مريض،
وجاء الضحى لقى النبي عليه الصلاة والسلام مات فارق الدنيا. قال لهم قال يا هذا ضع السيف. عمر رضي الله عنه ما وضع السيف غضبان أو هو على حاله. طوالي أقبل على الناس قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قد مات دي الوقت داك بترضي عمر ولا بتزعله؟ بتزعله. الكلام الحق ده بنقوله ولو صنفونا، وبكرة لو دخلونا جوا السجن نقوله، ونحن مو مع الحكومة ولا مع المؤتمر الوطني ولا في أي جماعة ولا أي حزب، ده دين الله سبحانه وتعالى. نقوله للناس في الفتن في غير البردون، لأن الداعي الصادق ما اللي بيشوف ما يطلبه المستمعون. دايرين هيجا نهيجنا رح ووك وكذي، ده زول شجاع راجل ويمشي. شوف اللي بردي الله سبحانه وتعالى. فطوالي قال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لسه السيف ما نزل. قال لهم قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. جاب آية قبل ما كلام. أفإن مات سميع عمر أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، في صحيح البخاري وفي صفة الصفوة لابن الجوزي. قال فسقط السيف من يد عمر. السيف ده نزل شنو؟ نص واحد. التاسع يجيب لك حديث عبادة، حديث حذيفة، حديث عوف بن مالك الأشجعي، حديث كذا حديث كذا في صحيح مسلم، كتاب يديك الصفحة أو الكتاب المرجع، وأقوال الأئمة الأربعة وتاريخ، وده كله تقول لا انتوا وحاية واحدة الخلاف ده كله اتحسم. طوالي خدت السيف وعيف انه الرسول مات صلى الله عليه وسلم، وقال كأنها انزلت اليوم، كأنها نزلت الليلة. وده الصادق. عمر جبان ولا شجاع؟ شجاع. النزل سيفه شنو؟ نص. كأنها أنزلت الآن، لأن الأحاديث والآيات بتعالج المشاكل. كأنها نزلت الليلة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. أنت مفروض تقول كأنها أنزلت الآن. طوالي خدت السيف انتهى الموضوع. ده الصادق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما المسألة الثالثة، من هو الحاكم؟ الحاكم ده باختصار شديد اللي بتخرج عليه اللي بتطيعه الحاكم المسلم الذي استتب له الأمر، بايعوه استتب له الأمر. دي واحد بتخرج عليه. متين؟ خمسة شروط، أربعة في حديث واحد والخامس في آية. اتوفرت الخمسة شروط، تعال نحن بعد الجمعة لو ما خرجنا معاك مش تشتمنا بعد ده، سوي فينا الدار تسوي والله تلقانا قدام. ونحن لما نخرج ما بنحرق ليستك، ما في حكومة بيقلبوها بليستك، ترابيزة دي ما بتقلبها ليستك بتاع شنو، تمشي كذي للنهاية لما تموت قدام ولا تجيب حاجة، لكن تمشي وتمرق وكذي وبسطونتين تجي راجع ولا ليستك تحرقه وده خلاص قلبت البلد. كلام خمسة شروط دي متى ما توفرت تعال بعد ده تاني لو زول كذا ما عليش. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، دي فيها أربع شروط، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا وبكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا. تتأكد يعني يا شفت بعينك يا سمعت من جهة موثوقة، ما كلام بتاع إشاعات سهل. إلا أن تروا كفرا، مش معصية ولا فسق، لأنه لو معصية ولا فسق ما أشد من الحجاج بن يوسف. ذاك قتل صحابي عديل، قتل عبد الله بن الزبير
وقطع راسه وعلقه في أبواب مكة. صحابي جليل، أول زول ولد في المدينة من الصحابة. وقتل سعيد بن جبير من أكبر أئمة التابعين، أبو صحابي جبير بن مطعم. وهدم الكعبة، رمى بالمنجنيق الحجاج بن يوسف، وكسره وتاني بنا ناقصة زي وضعها الآن، مع أنه عبد الله بن الزبير بنا البنيان الصحيح الذي في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري. المهم قال إلا أن تروا كفرا، ده نمرة اثنين. ثلاثة بواحا، كفر ما خفي مدسوس، يمكن كفر يمكن ما كفر، بواحا واضح، كفر واضح. كأن يمنع الصلاة، حاكم قال صلاة ما في الشريعة، ده بعد ده كافر عينا كده، حاكم كافر. كفرا بواحا. أربعة عندكم فيه من الله برهان، فيه دليل، كفر دليل وكذا. اتوفرت الأربعة شروط دي، بقى الحاكم كافر، ما خلاص بقى كافر ودي المسلمين. بعد ده بيجي الشرط الخامس الذي في قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. بعد ده تعد العدة وتخرج على الحاكم، تجيب حاكم جديد، وبعد ذاك الأمور بتمشي.